بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام عزيزاتي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. فيديو اليوم بعنوان لائحة عطل جديدة بداية من السنة الدراسية المقبلة 2020-2021. إذن كما شفنا بأن الوزارة طرحات مقرر ديال تنظيم السنة الدراسية 2020-2021 قطاع التربية الوطنية، وطرحات معه كذلك العطل، ولكن بترتيب جديد وبصفة جديدة غادي نتعرفوها اليوم في هذا الفيديو. هذا الفيديو دائما برعاية قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. بقوا معي باش نعرفوا الحيتيات ديال هاد العطل، شنو هما العطل الجديدة، وشنو هو الفرق ما بين لائحة العطل ديال الموسم السابق والموسم الدراسي المقبل إن شاء الله. إذا لائحة العطل هي هذه، ملحق رقم 1 من مقرر الوزير، إذا خاص بلائحة العطل بالتعليم الابتدائي والثانوي إعدادي والثانوي تأهيلي وأقسام التحضير لشهادة التقني العالي برسم السنة الدراسية 2020 و2021. إذا العطل هما هادو، التواريخ ديالهم وعدد الأيام. إذا المصدر ديال هذه اللائحة هو مقرر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بشأن تنظيم السنة الدراسية 2020-2021 قطاع التربية الوطنية. إذا هذه اللائحة كاينة في المقرر اللي صادر عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في الشأن ديال تنظيم السنة الدراسية 2020-2021، اللي الشعار ديالها من أجل مدرسة متجددة ومنصفة ومواطنة ودمجة. إذا هنا مقارنة لائحة العطل بين السنة الدراسية 2019-2020 والسنة الدراسية 2020-2021. إذن هنايا كاين واحد المقارنة ما بين لائحة العطل ديال السنة الدراسية 2019-2020 واللائحة ديال العطل ديال السنة الدراسية الجديدة 2020-2021. إذن كما كتلاحظوا عدد العطل هنا في 2019-2020 كاين فقط 9 ديال العطل، بينما في السنة الدراسية الجديدة 2020-2021 كاين 10 ديال العطل. بدأوا بالعطلة الأولى، هي بالنسبة ل 2019-2020 هي فاتح محرم، عدد الأيام هي دائما كيكون واحد. بالنسبة لسنة الدراسية الجديدة، العطلة الأولى هي العطلة البينية الأولى وعيد المولد النبوي الشريف، وكتمتد لثمانية، إذن هنايا ما بين الأحد 25 أكتوبر والأحد 1 نوفمبر. نورمالمون العطلة البينية الأولى في السنوات السابقة كتجي حتى لهنايا، شتي هنايا الفترة البينية الأولى وذكرى المسيرة الخضراء وعيد المولد النبوي الشريف مجموعين كاملين في 10 أيام، ومعهم حتى العطلة البينية. إذن هنايا العطلة البينية غير بوحدها، زائد معها فقط المولد النبوي الشريف. وهنايا كتجي ذكرى المسيرة الخضراء بوحدها في نهار واحد ديال الجمعة 6 نوفمبر. إذا هنايا العطلة الثالثة هي عيد الاستقلال 2/18 نوفمبر، حتى هنايا عيد الاستقلال 18 نوفمبر في نهار. إذا كما كتلاحظوا العطلة البينية في 2020-2021 جات بكري شوية، جات في 25 أكتوبر. بالنسبة للعام اللي فات كانت في 3 نوفمبر حتى 12 نوفمبر، يعني حتى 12 في شهر 11. إذن هنايا كما كتلاحظوا بأنه غادي نخدمه فقط شهر 9 وشهر 10 حتى 25. فيه في 25 كينا عطلة من الأحد حتى الأحد، 25 حتى الأحد 1 نوفمبر كينا عطلة بينية، يعني ما كيناش داك الفترة كاملة اللي كانت كينا شحال هادي، ولات فقط 6 ديال الأسابيع و 7 ديال الأسابيع وكتجي عطلة بينية. تنلاحظوا هنايا العطلة الرابعة فاتح السنة الميلادية، يعني فاتح يناير فيها نهار. إذن هنايا أول حاجة كاينة عطلة بينية ثانية عاد فاتح يناير، إذن عطلة بينية ثانية كاينة من 6 جنبير، يعني 6 في شهر 12 ل 13 شهر 12. إذن قلنا كاينة عطلة بينية الأولى من 25 في شهر 10 ل 1 في شهر 11، وعطلة بينية ثانية من 6 جنبير 6 في شهر 12 ل 13 في شهر 12، يعني من هنا لهنا كاينة 6 ديال الأسابيع ولا 7 ديال الأسابيع ديال الدراسة، وتما كتجي العطلة البينية الثانية. من بعد كتجي فاتح يناير، فاتح السنة الميلادية نهار واحد، كتجي موراها ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال، ومن بعد كتجي عطلة منتصف السنة الدراسية، يعني النهاية ديال الدورة الأولى. هنايا عطلة منتصف السنة الدراسية هي هذيك، هنا ما كايناش عطلة بينية ثانية، ديريكتومون عطلة منتصف السنة الدراسية فيها 8، كذلك هنا فيها 8. إذن هنايا كنا كنبداوها من 19 يناير ل 26، هنايا بديناها من 24 يناير حتى 31 يناير. نمر الآن العطلة الثامنة هنايا،
النهايه في 2020 2021 كاينه العطله البينيه الثالثه من 14 مارس ل 21 مارس. من 14 مارس ركزوا معايا، من 14 مارس من 14 شهر 3 ل 21 شهر 3 فيها 8 عطله بينيه ثالثه. اذا هنايا الفتره البينيه الثانيه شحال هذه؟ كانت كاينه فقط فتره بينيه اولى وفتره بينيه ثانيه. فتره بينيه اولى كتكون في الدوره الاولى وفتره بينيه ثانيه كتكون في الدوره الثانيه. هذا العام لا، كاينه فتره بينيه اولى وثانيه في الدوره الاولى، وكاينه اولى وثانيه في الدوره الثانيه. اذا في موسم السابق الفتره البينيه الثانيه كان فيها 15 يوم، يعني اللي كنا كنسميوها العطله ديال الربيع، 15 يوم فيهم فيها. اذا هنايا عندنا العطله البينيه الثالثه فيها 8، كيجي موراها عيد الشغل فيه نهار، كذلك هنايا عيد الشغل نهار 1 ماي، موراها كتجي 8 ايام ديال العطله البينيه الرابعه وعيد الفطر، داخلين معاها عيد الفطر والعطله البينيه الرابعه. اذا الى لاحظتوا من عطله منتصف السنه الدراسيه العطله البينيه الثالثه كاينه واحد 6 ديال الاسابيع ولا 7 ديال الاسابيع ديال الخدمه، غادي نخدموا في ذاك المده ومن بعد غادي نشدوا عطله ديال 8 ايام. غادي يجي موراها عيد الشغل ديال نهار 1، من موراها كتجي عاوتاني 6 ولا 7 ديال الاسابيع ديال ارساء الموارد، ومن بعد كتجي العطلة البينية الرابعة وعيد الفطر فيه 8 ايام. عاوتاني من بعد كندخلوا كنخدموا حتى كيجيو فروض المراقبة المستمرة والامتحان الاقليمي ديال السادس والجهوي والوطني، وكتسالى السنة الدراسية في شهر 7. إذن كما كتلاحظوا هنايا العيد الفطر كيجي بوحده هنايا 4 ايام. إذن هناك فرق كبير ما بين العطل ديال العام اللي فات والعطل ديال هذا العام، دا من حيث التوزيع ومن حيث التواريخ وكذلك من حيث عدد الايام، وكذلك كاين واحد الاختلاف من حيث عدد الايام. اذا هنايا في المواسم السابقه عدد الايام المجموع ديالهم هنايا يساوي 42، بينما في السنه الدراسيه الجديده المجموع يساوي 45 يوم ديال العطل. اذا هذا الشيء اللي كان عندي في هذا الفيديو، شكرا لكم على المتابعه. كنتمنى انكم تخليوا لي الراي ديالكم في هذه العطل ديال السنه الدراسيه الجديده، يعني واش هذا الترتيب ديال السنه الجديده افضل من السنوات السابقه او العكس؟ كنتمنى انكم تجاوبوني في لي كومونتير. تربويات مع الاستاذ محمد البخاري، تشكركم على المسانده والدعم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.